مرحبا بيكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيه عن أهم نصائح وتحذيرات الأبراج لشهر مايو 2023. وهنتكلم النهاردة عن برج الدلو الهوائي. أول حاجة عايز أشكر مواليد برج الدلو. إحنا عندنا الأبراج الأعلى نسبة مشاهدة برج العذراء رقم 1، رقم 2 برج رقم 2 العقرب، 3 برج الدلو، 4 برج الجدي، 5 برج الثور. دولة التوب 5. فثانك يو عشان كده انتوا الابراج الاكثر نسبه مشاهده واللي ناويين نهتم بيها جدا الفتره دي. طيب خلونا نتكلم عن شهر مايو. اول حاجه برج الدلو، الشمس مش في موقع داعم ليك او ان الشمس اتنقلت لبرج الثور الترابي اللي يعني شويه ممكن يعمل لك شويه ضغوطات، بس الخبر الحلو ان من اول يوم 20 الشمس هتتنقل لبرج الجوزاء صديق ليك، فانت افضل بكتير جدا جدا اخر 10 ايام في الشهر. طيب الحاجه الحلوه برده الثانيه ان فينوس موجود في برج الجوزاء لحد يوم 7 مايو فبيدعمك، يعني اول اسبوع عندك فينوس بيقدم لك دعم قوي جدا. بلوتو كمان موجود في برجك بيدعمك وبيقدم لك قوه، بيقدم لك يعني دروس مستفاده قويه جدا جدا يا برج الدلو. طيب خلونا نقسم الشهر الى جزئين بالنسبه لمواليد برج الدلو. النص الاولاني من يوم 1 ليوم 20 عايزاكوا تركزوا شويه، عايزاكوا يعني تكونوا اكثر صبرا. هيبقى عندك يعني هيبقى عندك ستريس، هيبقى عندك ضغط، هيبقى عندك مشاكل شويه في الشغل. لو انت بتشتغل حاجات كتيره فوق دماغك، حاجات كتيره فوق راسك، فعايزاكوا تكونوا اكثر صبرا. بلاش تسرع، بلاش هوجائيه، بلاش عشوائيه، بلاش عصبيه غير مبرره يا برج الدلو. ممكن تكون اكثر مللا، هو برج الدلو اصلا شخص مملول. عندك تغيير مكان يا برج الدلو، او عندك سفر، عندكم سفر او عندكم تغيير مكان، بس سفره ايجابيه. او ممكن تغير مكان بيتك، بتفكر ان انت تعزل، بتفكر تنقل مكان بيتك، بتفكر تنقل من مكان لمكان، فعندك تغير في المكان يا مولود برج الدلو. فمطلوب منك ان انت تبقى اكثر حكمه، اكثر صبرا، اكثر هدوءا، يعني تبقى متقبل كده، اكثر تقبلا للمشاكل. في ستريس يس، في ضغط يس، في قيل وقال وكلام كتير حواليك يس، فاشاعات كتيره وفي كلام كتير ممكن يحصل حواليك. فانا عايزاكم بس تهدوا شويه اول 20 يوم. طيب من يوم 1 ليوم 16 عندك برضو في برج بيدعمك جدا وعايزاكوا تستغلوا الدعم. اي فرصه تجيلك اتمسك بيها يا برج الدلو، حتى لو اشباه الفرص. ليه؟ لان المشتري موجود في برج الحمل الصديق والداعم ليك، فممكن تجيلك فرصه عمل، ممكن تجيلك فرصه سفر، ممكن تجيلك فرصه ارتباط، يعني اي فرصه تجيلك. لان بعد كده المشتري من بعد يوم 16 هتنقل لبرج الثور، وده مش افضل المواقع بالنسبه لك. طيب اي حاجه مهمه، اي بدايه مشروع، اي بدايه قويه انت عايز تبتديها، بليز نأجلها ليوم 20. يعني من يوم 20 بقى تلاقي بقى الفرص بدأت التأجيلات، التأخيرات العصبية، عندك انفراجات، عندك حقوق بترجع لك. من يوم 20 كأن طاقة القدر بتتفتح لك في أي قرار مهم، أي شيء مهم هنأجله ليوم 20. أنت هتبتدي الشهر بضغوطات، بتبتدي الشهر بعصبية، بمشاكل، تحس إن أنت بتخانق مع دبان وشك. أنا ابني هو عمال بيتخانق مع أصحابه جوه، أنا سايباه بياكل في أصحابه جوه. فأنت من النهاردة لحد نهاية لحد يوم 20 تلاقيك حاجات صغيره بتتعصب اكثر استفزازا، مواقف صغيره، حاجات بسيطه جدا ممكن تستفزك بسهوله، اكثر مللا، بتزهق بسرعه جدا جدا يا مولود برج الدلو. تحس ان انت متزهقن كده، روحك مش خلقك ضيق، مش بتستمتع بالحاجات اللي انت بتحبها. لو انت مرتبط تحس انت قرفان من الشخص اللي انت مرتبط بيه، مش عايز تتكلم معاه تاني، عندك عارف اللي هو انا عايز انفصل، انا مش مبسوط، انا عايز امشي، انا مش مبسوط في العلاقه دي. فبليز يا برج الدلو نهدي اللعبه بقى شويه. اي حد مرتبط برج الدلو، برج الدلو يبقى عنده تندنسي او عنده ميل كده للي هو مش عايز اكمل، انا مش فارق معايا، مش فارق معايا العلاقه دي، انا عايز امشي من العلاقه. فهو هيبقى برج الدلو اللي هو ايه، مش فارق معاه حاجه. فانت يعني البارتنر بتاع مولود برج الدلو مطلوب منك ان انت تكون انت الاكثر صبرا، انت اللي تمانج الموضوع علشان تقدر تمانج العلاقه مع البارتنر بتاعك. قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من مدينه ايه وانتوا برج ايه. لو بتتابعوني من جوه مصر بليز تعملوا لايك للفيديو، لو بتتابعوني من بره مصر بليز تعملوا لاف للفيديو. وكمان تقولوا لي بتتابعوني من مدينه ايه وانتوا برج ايه. ولحجز اي قراءه خاصه يا جماعه بليز تبعتوها على الايميل، واي حد من التيم بتاعي هيرد عليكم. وللمره السبعه مليون مش انا اللي برد على الايميلات، في تيم بيرد عليكم عشان محدش يكلمه على اساس ان انا، فهيرد عليكم. احنا عاملين جلسه في اي بي للتخاطر وللقراءات الخاصه، وقعد حد حابب يحجز في اي بي يكتب ان هي محتاج جلسه في اي بي، والتيم هيقول لكم على الفيس بتاعتها. وقولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه؟ يعني انا عملت الدلو لان هو اكتر برج طلب مني. هديكوا اوبشنز: برج العذراء، برج التورس، برج الحمل، برج الجوزاء، برج ميزان. اختاروا واحد من الابراج دولت. طيب تعالوا بقى نتكلم عن برج
يعني شايفه عندك في بدايه الشهر ممكن تسمع، في نهايه الشهر احنا بنتكلم من اول القراءه من اول يوم 25 اخر شهر ابريل ممكن يبقى عندك اخبار حلوه، عندك لمه حلوه، عندك تتجمع مع حد ما كنتش شفته من زمان، تقابل شخص من الماضي كان بقالك فتره ما شفتوش، شخص بتحبه كان بقالك فتره ما تقابلتش فيه. فشايفه عندكم اخبار حلوه، احتفال، علو شأن، تكريم، حد يقول لك كلمه حلوه، تسمع اخبار حلوه يا برج الدلو. يعني اخر اسبوع من اول يوم 25 لحد يوم 30، اخر 5 ايام في شهر ابريل عندك طاقه حلوه، عندك فرحه، حاجه بتفرحك، عندك امنيه بتتحقق، حاجه نفسك فيها بتحصل، مثلا يجي لك فلوس ما كنتش متوقعها، حاجه كانت يعني 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 تتجمع مع ناس بقالك كتير قوي ما اتجمعتش معاهم، فحاجه حلوه او عندك خبر حلو بتسمع. طيب تعالوا بقى نتكلم عن برج الدلو، الحب، برج الدلو والعاطفه. طيب انا شايفه ان انت والبارتنر بتاعك زي ما يكون في زعل او في مشاعر متخبطه ما بينك وما بين البارتنر بتاعك، كان في زعل، في خصام، في بعد، وكان الشريك بتاعك بعد عنك، ممكن يكون بعد ان هو مسافر خاصه اول 10 ايام من شهر مايو، ممكن يكون في سفر منه، او ممكن يكون هو مش مبسوط معاك، او هو في حاجات مضايقاكم من بعض، زي ما يكون كل واحد فيكم غامض وكل واحد فيكم مخبي حاجات جواه ومش بتتكلموا مع بعض بصراحه. اول نصيحه يا برج الدلو، انت عايز تكمل في العلاقه دي، اتكلم مع البارتنر بتاعك او مع الشريك بتاعك بصراحه، افتح قلبك ليه وخليه يفتح قلبه ليك، وكلموا كل واحد فيكم يقول للتاني الحاجات اللي مضايقاه، لان انا شايفه ان في كل واحد فيكم زعلان من التاني وشايف في قلبه او مخبي في قلبه، بيتعامل مع الطرف الاخر بغموض، يعني انا متضايق منك وزعلان منك ومش طايقك بس بتعامل معاك بالشوكه والسكينه وبتعامل معاك بغضب. فانا شايفه ان الحبيب اوريدي بعد عنك، ممكن يكون بعد عنك عشان هو شايف مشاكل ما بينك وما بينه، او بعد عنك لانه متضايق منك، او بعد عنك عشان عنده سفر، بس انا شايفه في زعل من الطرفين، انت زعلان منه هو زعلان منك، وان بدات تكبر مسافه، المسافه دي بدات تكبر ما بينكم، كان في جاب كده روحانيه ما بينكم، بس انتوا بتفكروا ببعض كتير، ياس في طاقه مراقبه بينك وما بينه ياس. انا شايفه ان الحبيب بيراقبك جدا يا برج الدلو. طيب بس انا شايفه ان في حاجه دلوقتي شغله بالك غير الحبيب، كانك انت بتفكر في حاجه تانية غير الحبيب، ممكن تكون بتفكر مثلا عندك مشاكل اخرى مركز اهتمامك فيها. الحبيب شايف ان انت عندك طرف ثالث، او شاكك ان انت عندك طرف ثالث، ممكن يكون الطرف الثالث دوت مش شخص اخر، ممكن يكون عيلة، ممكن يكون شغل، ممكن يكون بعد، ممكن يكون سفر، بس الحبيب شايف ان انت مهتم بحاجة تانية اكتر منه، وان انت عندك طرف تالت في حياته، ودي احد الاسباب اللي ممكن تكون عاملة سوء تفاهم وعاملة زعل ما بينكم. فلو الكلام ده مش مظبوط يا برج الدلو، مطلوب منك ان انت روح تتكلم معاه بصراحة. طيب الحبيب بيتعامل معاك ازاي؟ هو شايفاه ان هو شايل جواه وساكت، كمان هو اكثر غموضا، وهو مش بيبين مشاعره ناحيتك، كانه هو متغاظ منك، متضايق منك، هو مخبي مشاعره ناحيتك. فانا شايفه ان هو هيبدا يعبر عن مشاعره، بس هو شايف ان انت هو بيحبك، ياس بيحبك، بس متغاظ منك، متضايق منك، شايل منك، عنده حوارات كتيره جدا ناحيتك يا برج الدلو. طيب هو بيشوفك ازاي؟ بيشوفك ان انت ملول، بيشوفك ان انت بتحب التغيير، بيشوفك ان انت ما بتحبش الاستقرار، ودي حاجه ممكن تكون مضايقاه، ممكن يكون الحبيب ده شخص بيحب الاستقرار، فشايف ان انت بتحب التغيير كتير، ان انت شخص مش روتيني، ما بتحبش الاستقرار، فهو دي حاجه مضايقاه منك جدا جدا. وهو كمان شايف ان انت في حاجات كتير مخبيه عنك، وان انت عنه ان انت غامض، كانك انت ما بتقولش حقيقه كامله قدامه، كانك بتكذب عليه، كانك انت بتخبي حاجات كتيره، وده اللي انا بقوله ان انتوا لازم يبقى في صراحه متبادله، ولازم يبقى في خد وهات في الكلام ما بينكم. طيب هو حاسس بايه؟ هو حاسس ان انت كان عندك طرف ثالث، هو شاكك ان عندك طرف ثالث، ان انت في حد تاني واخد اهتمامك، ان في حد تاني واخد مشاعرك، فهو متغاظ جدا ومتضايق جدا، وحاسس ان انت بطلت تهتم بيه زي الاول، هو عايزك ترجع تهتم بيه. حبيب ده بيحب الدلع، عايزك تدلعه، عايزك تهتم بيه، عايزك تعبر عن مشاعرك من ناحيته. وان كانك انت عندك حاجات واسرار مخبيه عنه، هو شايف ان انت عندك اسرار كتير وانت مخبي حاجات كتير عنه، دي حاجه مضايقاه جدا جدا. طيب انا شايفه ان انتوا اول 10 ايام من شهر مايو ممكن تطلعوا في اجازه، ممكن تسافروا سفره حلوه، ممكن يعني كان عندك اجازه بتستمتع بوقتك، عندك سفر، عندكم سفر قوي جدا وهتتبسطوا فيه يا برج الدلو، ممكن يكون سفر بره البلاد او جوه البلاد، وكمان شايفه عندكم طاقه نجاح حلوه في العمل، بس عندك ناس مستنيينك، فاشتغل ورك هارد يا برج، يعني مطلوب منك شغل كتير، بس لو اشتغلت كتير هتحقق نجاح كتير جدا جدا. طيب الحبيب بيعمل ايه في حياته؟ شايف ان عنده مشاكل ماديه او مشاكل في عيلته، مشاكل كتير، هو مشغول في مشاكله، بس مع ذلك هو بيراقبك في صمت، حتى لو مش مبين ان هو بيراقبك، وحتى هو بيتعامل معاك بغموض الا ان هو بيراقبك، بس الحبيب عنده مشاكل كتير في حياته، ممكن يكون نفسيا عنده مشاكل كتير، بيخبي حاجات كتيره جواه الا ان هو مش مبين مشاعره ناحيتك. بس هو عايز ايه؟ هو عايز عنده جرح، كانه مجروح منك، كانه مذبوح منك، كانه عنده زعلان منك وعايز
هيحاول يصلح الوضع ما بينكم، كانه عايز يبقى في لوم وعتاب قوي بينك، يعني تبقى في جلسه صراحه وجلسه عتاب قويه بينك وما بينه، بس هو في الاخر عايز صالحك. يعني هو مهما حصل او مهما انت كنت مضايقه، مهما كان فيك من عيوب، لانه عايزك تتحسن، عايزك تبقى افضل، عايز يصالحك. ففي زعل وفي خصام وفي بعد وفي مسافه، بس هو هيلومك ويعاتبك وهيبقى عايز يصالحك وعايز بدايه جديده، وهيبقى حتى لو مش مبين مشاعره من جواه ليك، الا ان هو مشاعره من ناحيتك فيها ايجابيه، بالرغم من ان هو عنده مشاكل كتير في حياته، مشاكل مع عيلته، مشاكل مع اهله، الا ان هو مش يعني بيفكر فيك وانت بتاخد حيز من تفكيره. هو عايز يحسن العلاقه، عايزك تبقى افضل، عايزك تتحسن وتبقى شبهه او شبه الحاجات اللي هو بيحبها. فانا شايفه يا برج الدلو ان انت يعني هذا الحبيب يستحق منك فرصه اخرى، فبالتالي بليز ان انتوا تتكلموا مع بعض بصراحه، قول له الحاجات اللي بتضايقك فيه، قول له يعني لو عندك مشاكل او عندك حاجات مخبيها، لان هذا الحبيب شكاك جدا، روح اتكلم معاه في الحاجات اللي بتضايقك، روح قول له انا متضايق منك في 1 2 3، انت عملت لي 4 5 6، يعني خلي فيه صراحه متبادله، لان هذا الشخص شاكك ان انت مثلا ممكن تكون بتحب شخص اخر، بان انت عندك طرف ثالث، ان انت عندك حنين للماضي، ان انت عندك شخص جديد داخل حياتك، هو شاكك فيك. فعشان تقلق يعني تعالج الشك ده، خليك ستريت فورورد وصريح معاك. زي ما قلت ان انت اول 10 ايام هتدخل الشهر بستريس وضغوطات جامده، وعندك شغل كتير جدا جدا، ومطلوب منك تخلص شغل كتير في وقت قليل. فركزوا يا برج الدلو، واضح ان عندك اعداء في العمل، ناس مستنيينك. حافظ على علاقاتك بمديرينك، وحاسس على علاقاتك باشخاص ذوي سلطه. اي شخص عندك ذوي سلطه خلي بالك، مع مديرك، رئيسك، القائد بتاعك، اي حد عنده سلطه خلي بالك. طيب انا شايفه ان عندك طرف ثالث يا برج الدلو فعلا مع الحبيب، يعني انت عندك طرف ثالث. الطرف الثالث ده ممكن ما يكونش شخص اخر، انا شايف الطرف الثالث ده ممكن يكون اهتمامك بعيلتك، ممكن يكون اهتمامك بشغلك، ممكن يكون اهتمام عندك سفر. فانت عندك طرف ثالث، فبالتالي خليك صريح، قول للحبيب بتاعك انا عندي طرف ثالث، مثلا انا مهتم بعيلتي الفتره دي، انا عندي مشاكل مع العيله. وفعلا برج الدلو عنده مشاكل مع العيله، لان انا شايفه ان انت عندك مشاكل كتير في حياتك والحبيب عنده مشاكل كتير في حياته، فيعني وصلوا مع بعض النقطه في النص. طيب يبقى اخبار حلوه جدا جدا هتبتدي تسمعها يا برج الدلو من بعد يوم 20 لحد نهايه الشهر، اكثر 10 ايام، لان الشمس هتنقل برج الجوزاء، فهتديك حظوظ، هتديك طاقه، هتديك انرجي حلوه، تصالحات، رجوع حق، هتحقق امنيه كان نفسك فيها، عندك حاجه هيبقى عندك طاقه حلوه، هتبدا يعني حاجه كانت بايظه هتبدا تتصلح، التاخيرات هتبدا تمشي في مسارها، لو عندك تاجيلات هتبدا تتظبط. فعندك طاقه حلوه وطاقه قويه وطاقه جميله جدا جدا يا برج الدلو. قولوا لي برج الدلو بتابعوني من فين، انتوا برج ايه، بتابعوني جوه مصر بيستعملوا لايك، بتابعوني بره مصر بيستعملوا لاف. قولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه، هديكوا اوبشنز، برج الثور او برج الميزان او برج الحمل او برج الجوزاء او برج العذراء، اختاروا برج من الابراج دي او السرطان. كمان قولوا لي تحبوا نتكلم، بليز تعملوا شير كتير كتير، وتعملوا منشن لاي حد بينتمي لبرج الدلو. اي لاف يو اول. وعملت امبارح فيديو عن الابراج الاكثر حظا في شهر مايو، اتفرجوا عليها هيعجبكم جدا. بليز كلكم تعملوا لي فولو على الانستغرام، انا عايزه اوصل الانستغرام بتاعي المليون مشترك، وانتوا بس اللي تقدروا تعملوا كده. ثانك يو، باي، مع السلامه. وحجز اي قراءه خاصه ابعتوا ايميل.